بنشوف دايما يعني لعيبه مخلصين تمام لفرقهم، لكن يعني انا بصراحه على المستوى الشخصي ما شفتش لاعب حريص على انه يكون موجود في ناديه وحريص على انه يعني حط تاريخه كله الكبير على جنب مقابل انه يكون موجود في ناديه ويكون موجود وسط النادي اللي كان موجود يعني سنين وسنين فيه تحت عرينه. كابتن محمد صبحي، مساء الفل يا كابتن محمد، واهلا وسهلا بحضرتك. اهلا، السلام عليكم، ازيك يا موسى؟ ازيك؟ اهلا بحضرتك، ويعني كابتن مصر كابتن شريف بيرحب بحضرتك. حياتي ليك. لا، انا طبعا بسلم عليك كابتن شريف، وبسلم عليك يا موسى، ودايما موفق كده ومتالق. طيب، يعني من اول الموسم شفنا طبعا كابتن ميدو وكابتن عبد المنصف كان ليهم دور في عوده حضرتك لبيتك مره اخرى، لكن من بعد عودتك لبيتك شفنا ما شاء الله تحسن في النتائج في النادي الاسماعيلي بشكل كبير. دور حضرتك في الفريق كقائد من يعني في اوضه اللبس ومع اللاعبين. والله بص يا موسى، انا الاول بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا انا الواحد ليه مختلف، الناس ما تعرفهاش، ممكن شريف ملم بيها. انا قعدت فترتين قيد بعيد عن الملاعب او الفرق، لان النادي الاسماعيلي كان حاطيني في يعني في مشكله وفي مأزق، لان انا كنت مرتبط بعقد، وفجاه الناس تخلت عني وحطوني على قائمه انتظار، مش فنيا خالص، لامور تانية انا يعني مش حابب اللي انا اخدها. صحيح. اكتر من اللي انا كان عندي، ربنا اراد ان يكون موجود مجلس اداره مؤقت طبعا بعد رحيل المجالس السابقه او المجلس اللي فات، وعوده طبعا ابو بكر الحديدي ومجلسه طبعا الدكتور محمد شيحه والمجلس بالكامل. وكان انا كنت سعيد الحظ اللي في الوقت ده كان موجود طبعا العالمي احمد حسام ميدو وكابتن محمد عبد المنصف اللي انا بشكرهم جدا، اللي هم كانوا سمحوا لي وادوني يعني الضوء اللي انا انزل تمريني مع النادي الاسماعيلي، اللي انا كنت بعاني معاناه كبيره جدا ان انا حتى اتمرن حتى في ناديه، واللي انا دخلت بتمرن، لان اللي ما يعرفوش اللي انا كنت بتدرب بشكل مستمر طبعا. دي حقيقه. في فرقه بره، وكنت بتدرب طبعا مع اخويا وكابتني وصاحبي، وعشره سنين طويله جدا وقصه كفاح جدا كبيره جدا كابتن شريف، ونتمرن بصفه اساسيه وباستمرار حفاظا على اموري الفنيه والبدنيه، وانا موجود بس مش على ذمه نادي، او مش موجود زي ما بيقولوا ايه زيون او في قائمه نادي، ورغم جاهزيتي والكلام ده الى ان ربنا اراد وسمح ان انا اتاحت لي فرصه ان انا كنت مصمم ان انا ارجع ناديه طبعا، ولحد وقتنا هذا انا بقاتل ومستمر في ناديه. انا ماليش اي دور في النادي الاسماعيلي خالص خالص خالص، الناس اللي ما تعرفوش ماليش دور خالص، لا فني ولا باخد ماتشات ولا علاقتي بالبتاع، مش عايز اخوض في حاجات زي كده، احتراما لجماهيري ونادية ووضع الفريق الوقت الحالي. الكل اللي انا اقدر اقوله اللي انا بشكر طبعا شريف، وبشكر المدرب إسترن كامب اللي كنت بتمرن معاه، وبشكر شريف بصفه خاصه كبيره جدا، لان هو في وقت كتير جدا كنا بنتدرب، ومش انا لوحدي، عنده كتير من اصدقائنا الحراس وزمايلنا، وجود المركز اللي هو موجود. شريف علميا الحمد لله ما شاء الله، شخصيه سنا قريب منك، عنده اهداف وطموح وشغف بالذات وبالاخص في حراسه المرمى، بيطور من نفسه، عنده جديد، مش هقول ده جاء من فراغ، لا، هو وجوده جنب محمد صبحي وجوده من قبل كده بين المدربين الكبار اللي بتتمثل في كابتن السيد السويكي، علامه من علامات التدريب حراسه المرمى في مصر، وبالاخص يعني هو موجود دلوقتي للمنتخبات، وهو كان حقه كتير تأخر ان هو يبقى موجود في منتخب مصر. فطبعا شريف عنده من المخزون او عنده من هقول الطرق كتيره جدا ان هو شاف، واللي هو تربطه علاقات قويه جدا بالحراس الدوري الممتاز، وكتير هو عنده الشغف والتطوير في المركز ده. صحيح. كابتن صبحي، انا يعني اتشرفت بوجود حضرتك معانا، ويعني اتمنى لك كل التوفيق، انت يعني تاريخ كبير، واتمنى ان النادي الاسماعيلي يستفيد من خبرات حضرتك. بشكرك شكرا جزيلا.